والله هي من هذه الضروريات الأولية بالنسبة حتى تهيئ للانتخابات، حتى تكون الأصوات ما تتبعثر، وتكون الانتخابات نزيهة، يعني بمعنى أنه قدر الإمكان أنه راح نحاول نكون الانتخابات نزيهة إن شاء الله إذا على هذا الطريق البيومتري. زين، تعتقد أنت البرلمان من أقر يعني الآخر شيء المناطقية، وأيضا ما يسمى بالوحدات، الوحدات الإدارية، يعني يعني حلوة هذه، يعني خطوة حلوة، يعني مثلا كل مرشح ضمن منطقته يعني تكون أوجه من السابقة يعني بالانتخابات. طيب الحزب هو راح يرشح، ممكن أنت ترشح وممكن لا، احنا يعني احنا جربنا الأحزاب، يعني الأحزاب فاشلة، يعني شكو حزب موجود بالعراق هو فاشل. الأفضل أنه المرشحين يكونوا من المستقلين، من المواطنين العاديين وذو كفاءة وشهادات عالية. والله بعد ما راجعنا المراكز تان نبدلها، أنا سوينا بها شريط بس بعد ما استلمناها. سويت يعني راجعت، سويت حدثت البيانات. إيه حدثت بيانات كامل طون شريط، فبعد ما استلمناها ما راجعنا يعني. قالوا نذيعها بالتلفزيون. إيه من نذيعونا بالتلفزيون قالت راجعونا المراكز اللي مفتوحة مناطقكم وتستلمون البطاقة مال الانتخابات. أنت أكيد راح تشارك. إن شاء الله نشارك. أنت رأيك بالانتخابات مختلفة عن سابقاتها؟ والله إن شاء الله تكون مختلفة. واحنا لازم نشارك على مود نسوي تغيير، مو صحيح؟ فلازم نشارك احنا بالانتخابات، اذا انا ما اشارك والاخر ما يشارك فما راح يصير تغيير، راح تظل نفس الوجوه نفس فلازم الواحد يشارك بالانتخابات ويكون مشاركه اجماعيه، جماعيه يعني الجميع تشارك بالانتخابات من اجل ان يحصل تغيير في البلد. انت الانتخابات الماضيه شاركت؟ نعم ما شاء الله. وهسه نشارك اذا الوجوه نفس الوجوه ما نشارك. لا انت تقدر تغير. لا اذا نفس الوجوه لان ما سوونا شيء، لا عمل لا شغل لا تعيينات لا اعمار، مثل المحطه القديمه البيوت المحطه رايحه مهدمه، هسه المنظمه قاعده تشتغل المحطه بس احنا نريد اعمار. انت راح تختار الناخب يعني مثلا شلون راح يختار؟ اختار الناخب الذي يشتغل بعمل واخلاص، ها مرشح يكون لا يفرق عن هذا وهذا، مو بعدين ننتخبه ينطينا رقم ماله ونخبر وين الموبايل ماله مغلق. تنتخب الوجوه القديمه؟ ها الوجوه القديمه تنتخبها؟ الوجوه القديمه اذا نفسهم ما انتخبهم بل وجوه جديده يكون سوينا شغل.